بسم الأب والابن والقدس الواحد أمين. تعيشوا وتصلوا. بنعمة ربنا إنجيل النهاردة كان من رسالة معلمنا يوحنا الإصحاح السادس، وكان بيكلمنا عن موقف السيد المسيح من الناس اللي جم يدوروا عليه. الحدث دوت حصل بعد معجزة إشباع الجموع على طول، بعد معجزة إشباع الجموع على طول. هنقرأ مع بعض الإنجيل بتاع النهاردة، وبعدين هنتأمل مع بعض في موضوع الشبع بالله. النهاردة بالتحديد هنشوف إيه هي المعوقات اللي ممكن تمنعني إن أنا أشبع بربنا، هي المعوقات اللي تمنعني أشبع بربنا. عاوزين ناخد كده يعني عادة حلوة كده نحاول نتعودها مع بعض، لما نيجي نقرأ الإنجيل يعني حتى لو في أثناء الوعظة، فمن فضلكم كلنا نقوم نقف في العهد الجديد نقرأ مع بعض، نقرأ هما 6 آيات نقراهم وبعدين تتفضلوا تستريحوا تاني. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر، إذ لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهي التي دخلها تلاميذه، وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه، بل مضى تلاميذه وحدهم، غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز، الشكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق أقول لكم، تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية التي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه، والمجد لله دائما أبديا أمين. تفضلوا استريحوا. منظر الناس وهي بتدور على المسيح منظر جميل قوي، الناس كلها رايحة كده بالميات بيدوروا على المسيح، منظر جميل. لكن الرب فاحص القلوب، عارف ان مش كل الناس اللي جاية تدور عليه مش جاية علشان شخصه، لكن جاية علشان ان هم ايه، اكلوا وشبعوا، جاية لأغراض دنيوية او لأغراض لمنفعة شخصية ليهم. المنظر يقولوا له ايه: يا معلم، متى صرت هنا؟ ده الايه المنظر كده، يعني انت فين، احنا انت معلم انت فين؟ فاجابهم يسوع: الحق اقول لكم، انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم ايات، بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. الانسان اللي شبعان بربنا يقول لك في سفر الامثال: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. النفس الجائعة كل مر حلو. النفس الشبعانة تكون دايما فرحانة، النفس الشبعانة تكون دايما فرحانة. حتى يعني عارفين بيقولوا على الأطفال الصغيرين لما الطفل كده يبقى جعان فيقعد ايه، يقعد يزن صح، ولما يأكل يعمل ايه، يبقى فرحان مش كده، يقول لك ان جاعوا زنوا وان ايه، وان اكلوا غنوا، مش كده، هو ده الاطفال. فيقول لك النفس الشبعانه دايما ايه، فرحانه. لما داود كان فرحان وكان شبعان بيقول لك: نصيبه هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه. واحد فرحان. النفس الشبعانه بيكون عندها الاكتفاء، مش محتاج حاجه، مش محتاج حاجه. حتى لما كان في داود بيقول: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ده واحد إيه؟ واحد مكتفي بربنا، مش عاوز حاجة تانية. النفس الشبعانة ممكن يسيب، احنا قلنا النفس الجعانة كله حلو مر، والنفس الشبعانة إيه؟ تدوس العسل. بص، لما المسيح قال لهم: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني،
النفس الشبعانة بربنا عندها استعداد تسيب، عندها استعداد تسيب. احتفلنا امبارح كنا بذكرى نياحة الأنبا بولا، شوف ده ساب قد ايه، والاسبوع اللي قبل اللي فات كنا بالأنبا أنطونيوس، شوف ده ساب قد ايه. ناس عندها استعداد ان هي تسيب، ناس عندها استعداد ان تسيب. هل انا شبعان بربنا ممكن اسيب من وقتي، ممكن اسيب من مجهودي، ممكن اسيب من مالي، ممكن اسيب من وقت راحتي؟ هل انا شبعان بالمسيح عشان ان انا اضحي بالحاجات دي كلها واديها لربنا؟ هو ده الانسان ايه الشبعان، على قد ما اكون شبعان على قد ما اقدر ايه اسيب. الحقيقه كلنا بنبقى فرحانين بالمسيح وكلنا عاوزين نشبع بالمسيح، لكن في بنلاقي بعض المعطلات لهذا الشبع، لاقي بعض المعطلات لهذا الشبع. هنقرا مع بعض جزء تاني، بس خليكم مستريحين، هنقرا مع بعض جزء تاني من سفر الخروج اصحاح 16. من سفر الخروج اصحاح 16، الاصحاح ده مشهور قوي. الاصحاح ده مشهور قوي، بيكلمنا عن الشبع بس في العهد القديم، بيكلمنا عن المسيح في العهد القديم. من ضمن رموز المسيح في العهد القديم كان ايه؟ المن السماوي، من السماوي. فنقرا مع بعض خروج 16، انا هقرا لكم الاصحاح ده بسرعه قوي، وهنطلع منه ايه المعطلات اللي تخلي الانسان ما يبقاش شبعان، ايه المعطلات اللي خلت شعب اسرائيل مش شبعان. شعب اسرائيل ما كانش شعب شبعان بربنا رغم كل اللي ربنا عمله معاه. ايه المعطلات؟ هنطلعها من ايه؟ من خروج اصحاح 16. يقول لك: ثم ارتحلوا من إليم، واتى كل جماعه من اسرائيل الى بلدة سين التي بين إليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من ارض مصر. فتذمر كل جماعه بني اسرائيل على موسى وهارون في البريه، وقال لهما بني اسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فأنكما أخرجتمونا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى، ربنا بقى شوفوا حنية ربنا: هأنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقط حاجة اليوم بيومه لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا، ويكون في اليوم السادس انهم يهيئون ما يجئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوم. فقال موسى وهارون لجميع بني اسرائيل: في المساء تعلمون ان الرب اخرجكم من ارض مصر، وفي الصباح ترون مجد الله، مجد الرب لاستماعه لتذمركم على الرب، واما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا والسلوى، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب لتذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ بيتكلم موسى، بيتكلم عنه هو وهارون، انتوا بتتذمروا علينا ليه؟ ربنا هيستمع للتذمر بتاعكم، ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لجماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلي أمام الرب، لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذ على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ كلمة من هو منا جاي منها كلمة منا، لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد حسب أكله عمرا للرأس على عدد أنفسكم، تأخذون كل واحد الذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا، والتقطوا بين مكسر ومقلل. العمر ده كان يعني شيلة كفة كده، ويقول دي كانت عشر الإيفة.
واخذ منهم كل ما بين مقصر ومقلل، يعني على حسب كل واحد على حسب كفه. ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكسر، والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب اكله. وقال لهم موسى: لا يبقي احد منه الى الصباح. ولكنهم لم يسمعوا لموسى، بل ابقي منه اناسا الى الصباح، فتولد فيه دود وانتن، فسخط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباح كل واحد على حسب اكله، واذا حمت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس، على فكره لما بيحدد في اليوم السادس، اقول لكم حتى قبل ما نكمل قراءه الاصحاح، احنا بنقول عن المن، بنقول المن السماوي هو اشاره الى سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. لما نيجي نحسبها كده يقول لك في اليوم السادس كانوا بياخدوا ضعفين عشان اليوم ايه السابع. اليوم السابع ده كان يوم ايه؟ كان يوم السبت. طيب نحسب كده، نرجع لورا نشوف اول يوم نزل فيه المن كان امتى. كان يوم حد، اول يوم نزل فيه المن السماوي اشارة لمخلصنا، اشارة للقيامة، الاكل السماوي، كان يوم حد. يبقى الجمعة ده السادس، الخميس خمسة، الاربع ثلاث، الاثنين، والاول يوم نزل فيه المن كان يوم ايه؟ كان يوم حد. ثم كان في اليوم السادس انهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة واخبروا موسى، فقال لهم: هكذا هذا ما قاله الرب، غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزونه واطبخوا ما تطبخونه، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوا إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى: كلوه اليوم، لأن الرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. بصوا بقى الموقف اللي حصل بعد كده، عشان دي بقى لما نيجي نطلع المعوقات في الآخر. وحدث في اليوم السابع، جم يوم السبت، هم خلاص المفروض ان في ناس يوم الجمعة اخدوا ايه؟ اخدوا الضعفين عشان السبت ده مش هيبقى فيه. وحدث في يوم السبت ان بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. فقال الرب لموسى: الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا ان الرب اعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج احد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت اسرائيل اسمه منا، وهو كخبز كبز الكزبرة ابيض، وطعمه كرقاق العسل. اول معوق في حياتنا ان احنا نشبع بربنا، نقراه لما نلاقي ان الشعب بعد ما خرج من ارض مصر وبعد ما خرج من العبودية، اول حاجة عملوا ايه؟ اول ما جاعوا شوية حصل ايه؟ تذمروا. الشعب يتذمر. الانسان المتذمر ده انسان مش قادر يشبع بربنا. يبقى واحد ربنا مديله نعم كتيرة خالص، وهو ايه؟ يبص للي عند غيره. انسان متذمر. قعدوا 45 يوم بالضبط، قعدوا 3 أيام لغاية ما وصلوا الأليم بعد ما طلعوا من البحر الأحمر. وبعدين بيقول لك في 15 من الشهر الثاني، يعني 15 يوم من الشهر الثاني، قعدوا 45 يوم. كان معاهم أكل، واخدين معاهم أكل بقول، واخدين معاهم أكل خضار، كان معاهم الأكل ده خلص. وبعدين بدأوا إيه؟ بدأوا يتذمروا على موسى وعلى الله. اللي يتعب الإنسان إن هو إيه؟ بيتذمر. زي ما شعب اسرائيل نسي العبوديه ونسي التعب اللي كانوا شايفينه في ارض مصر وبداوا يتذمروا على الحريه، وبصوا بقى للارضيات، احنا ساعات بنبقى كده بننسى اللي ربنا بيعمله معانا ونقعد ايه نتذمر. التذمر يمكن بيجي من ان انا ببص لغيري. التذمر بيجي ان انا ببص لغيري، وتلاقي عدو الخير يعمل حاجه غريبه قوي، يخليني اقارن نفسي بالحاجه اللي مش عندي والحاجه اللي عند غيري. ما يخلينيش أقارن نفسي بالحاجة اللي عندي والحاجة اللي مش عند غيري. فاهمين الفكرة؟ يعني يجي يخليني إيه؟ أبص للي عند غيري، أحس إن هو إيه؟ هو دايما أعلى مني، رغم إن أنا لو بصيت في حياتي فعلا ألاقي إن أنا في حياتي حاجات أكتر من اللي عنده.
او حاجات تناسب ليا اكتر من اللي تناسب لي. فتلاقي عدو الخير ايه؟ يشتت انتباهي، ده فلان احسن، دي فلانه دي احسن، وما ايه مفكرش في الايه في اللي عندي. ده اللي بيسميه التذمر. في برضو حاجه ممكن تخلي الواحد يتذمر، ان هو يكون طموح بزياده، انه يكون طموح بزياده. طبعا الطموح ده دي فضيله حلوه، الانسان يبقى عاوز ان هو دايما يتطور وعاوز يبقى كويس وعاوز يبقى احسن ويخطط للمستقبل، دي بركه كبيره. احنا من ضمن تخطيطنا للمستقبل احنا بنخطط للملكوت، وبنخطط لحياتنا على الارض، وبنخطط لحياه ولادنا، ده حاجه حلوه قوي. بس ان ينقلب هذا الطموح الى طمع، ده تبقى ايه؟ مشكله كبيره. ده اول عائق يعقني ان انا اشبع بالمسيح، ان انا ابقى مش شاكر لربنا، مش شايف النعم اللي في حياتي، ابقى مش قادر اشبع. زي ما يكون واحد كده محطوط قدامه مائده حلوه خالص، ويبص ايه لسندوتش الفول اللي في ايه في ايه واحد ايه قاعد جنبه. ده اللي بيحصل بالظبط في ايه في التذمر. التذمر بيخلي الواحد مش قادر يشبع. المعطل الثاني بيقول ايه؟ فلما راوا بنو اسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ مش عارفين هو ايه ده. للاسف لما يجي يقول لك في هوشع قد هلك شعبي من ايه؟ عدم المعرفه، لانك انت رفضت المعرفه. بصوا بقى تكمله الايه اللي في هوشع 4، يقول لك لانك انت رفضت المعرفه ارفضك انا حتى لا تكهن لي. كان بيكلم الكهنه، انك نسيت شريعه الهك انسى انا ايضا بنيك. يعني الانسان اللي ما يعرفش حاجه عن ربنا، ربنا يرفضه، مش بس يرفضه هو، ده هيرفضه يرفض ايه؟ يرفض ايه؟ بنيه. تخيلوا بقى، الانسان اللي ما عندوش معرفه لربنا مش بس بيبقى بيأثر في حياته، ده بيأثر في حياه ولاده. لان لما يجي نفكر فيها ببساطه كده، ما انا لو ما اعرفش حاجه عن ربنا ابني هيعرف منين؟ ما هو ابني بيبص ليا وبيتعلم، ابني بيبص انا بعمل ايه وبيعمل زيي. كلنا عاوزين ولادنا يبقوا حلوين، وكلنا عاوزين نزق ولادنا يبقوا على طول في الكنيسه، بس لازم ابدا بنفسي، لازم ابدا بنفسي. لو انا ما قريتش الانجيل ابني عمره ما هيقرا الانجيل، لو انا ما كنتش بقف اصلي ابني عمره ما هيقف يصلي. حتى لو مدرس الاحد والخدام قعدوا يشدوا عليه لازم تصلي ويحطوا له جدول امشي بيه مره واثنين وثلاثه، لكن هو مش شايف السيستم ده موجود في بيت قدامه. لو انا على طول قاعد قدام التلفزيون ابني على طول هيبقى عاوز يقعد قدام التلفزيون، ما طبيعي، هو بيتعلم منه. جهلي بمعرفة ربنا هيتنقل لولادي لو أردت أو لم أريد. وللأسف بقى بيجي بعد كده بعد شوية بنتعب نقول يا سلام أنا كان نفسي ولادي يشوف ولاد فلان حلوين إزاي، شوف دول حلوين، إشمعنى ولادي طالعين كده؟ طالعين كده ما هو ده نتيجة لعمل إيديك، نتيجة عدم معرفتك لربنا. لو عرفت ربنا هتعرف إزاي تشبع بربنا، انت هتشبع وتشبع ولادك. انا عارف الكلام ده مؤلم، الكلام ده بيبقى ساعات يعني تحس ان احنا على طول بتقول لنا الكلام ده كله، بس صدقوني لان تربيه اولادك مسؤوليه، هنتسئل كل واحد فينا هيتسئل قدام ربنا عمل مع اولاده ايه، ربهم ازاي، مش ان انا اكلتهم ايه. ربنا مش هيسالك اكلتهم ايه ولا شربتهم ايه، ربنا مش هيسال كده ابدا. ربنا هيقول لك فين ولادك. لو انت راجل قديس ما جبتش ولادك معاك ليه يوم كده يوم الدينونه؟ فين ولادك؟ انت جاي لي بطولك، ما ينفعش تدخل بطولك، ما ينفعش تدخل ملكوت السماء لوحدك. فين ولادك؟ فين مراتك؟ فين جوزك؟ ده ايه؟ ده نتيجه بيبقى لعدم المعرفه. انا لو عارف وصايا ربنا هعرف اوصلها لاولادي. وده اللي حصل مع ايه؟ مع شعب اسرائيل. ما كانوش شبعانين، ان هم ايه؟ ما كانوش عارفين. وبصوا كده للخبز الجميل اللي نزل لهم من السماء، يقول لك من هذا؟ مين ده؟ وده اللي جه منه ايه؟ المن. لعدم المعرفه. يبقى العائق الثاني عدم المعرفه. بصوا بقى ربنا بيسمي الجهل ايه؟ بصوا يعني سامحوني، هو الكلمه دي طبعا تبقى صعبه قوي، بس شوفوا خطيه ربنا اعتبرها خطيه
بصوا حطها في كاتيجوري كده. بصوا في مرقس صح 7، في مرقس صح 7 بيقول ايه؟ ثم قال، كان بيكلم الناس عن اللي بينجس الانسان، عن اللي بينجس الانسان. بصوا بيقول ايه؟ ان الذي يخرج من الانسان ذلك ينجس الانسان، لانه من الداخل، من قلوب الناس تخرج، من قلب الانسان يخرج بقى ايه؟ الافكار الشريره، زنا، فسق، قتل، سرقه، طمع، خبز، مكر، عهاره، عين شريره، تجديف، كبرياء، جهل. حطها من ضمن الحاجات النجسه اللي بتخرج من قلب الانسان، حط ايه؟ الجهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الانسان. الجهل بينجس الانسان لانه مش عارف طريق الطهاره ايه. الجهل بينجس الانسان. عشان كده بنقول يا رب فهمني حكمتك يا رب. عارفين برضه لما بيقول في المزمور انسان في كرامه ولا يفهم، انسان جاهل. داود بقى شبهه بايه؟ ها؟ يشبه ايه؟ بهائم التي تبات. انسان في كرامه، ده انت في كرامه، ده انت بتاخد المن السماوي، ده انت ابن الملك، انت ابن الملك، ليه معيش نفسك في جهل؟ ليه معيش نفسك بعيد عن كتاب ربنا وكلمه ربنا؟ ليه معيش نفسك عن بعيد عن سير القديسين؟ ليه معيش نفسك بعيد عن انت تفهم ربنا عاوز منك ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده حاجه تنجس الانسان، تنجس الانسان. المعطل الثالث، يبقى المعطل الاولاني كان ايه؟ ها مين راجع معايا؟ التذمر، والثاني الجهل. المعطل الثالث، هما اتنين في بعض كده بس اتنين قريبين قوي من بعض. عدم الطاعة والعناد. عدم الطاعة والعناد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ عدم الطاعة احنا عارفين واحد ما بيطعش الكلمة. طب اللي بيعاند ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده بيستمر في عدم الطاعة، يعني خطوة اوحش، بيستمر في عدم الطاعة. بصوا بقى نطلعها من الحتة اللي احنا قريناها ازاي. بصوا الاول عدم الطاعة. وقال لها موسى، لما قال لهم لما تروحوا تجمعوا المن الصبح تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ لليوم بس، اليوم بس. قال لهم موسى يبقي احد منه الى الصباح، ما تخلوش لليوم الثاني، كل يوم بيومه. لكنهم لم يسمعوا موسى، بل ابقى منه اناس الى الصباح، فتولد فيه دود وانتن، فسخط عليهم موسى. ده ايه؟ ده عناد. ده انا اسف، ده عدم طاعه. قال لهم اللي هيقعد للتاني يوم هيبوظ، لكن هم ايه؟ مصرين برضو ايه يعملوا، مفيش طاعه. ونتيجه عدم الطاعه ايه؟ ان هو ايه؟ اتولد فيه الدود وانت، حاجه يعني حاجه مقززه جدا يعني. بص بقى يجي بعديها بكام ايه، بصوا العناد بقى، الاستمرار في عدم الطاعه. وحدث في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا في يوم السابع، يعني اليوم اللي المفروض ما يطلعوش فيه حاجه، خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. طب ما موسى قايل لكم، وربنا ده ربنا ظهر بمجده، وانتوا شايفين ان ربنا هو اللي قايل الكلام لموسى. ما قال لكم اهو، خد في اليوم السادس اثنين وفي السابع استريح. يوم السابع ده يوم الرب، السابع ده استريح. يقول لك لا، فخرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. فقال الرب لموسى، بص ما دي بقى مش موسى اللي زعل منهم. فقال الرب لموسى، الى متى تأمل ان تحفظوا وصاياي؟ انظروا ان الرب اعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم يوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج احد من مكانه في اليوم السابع. العناد، العناد، العناد وعدم الطاعة. وده بلاقيه كتير قوي بقى في، يعني مش هقولكم في بيوتنا، احنا الكبار نفسه بنعمله في الكنيسة. بنعمل العناد يولد الكفر. يعني شوف ده وصلوا ربنا يقول لهم الى متى، الى متى مش عاوزين تسمعوا كلام؟ ازاي مش لغايه دلوقتي مش عاوزين تصدقوني ليه؟ مش عاوزين تسمعوا وصايا ليه؟ مش عاوزين تقربوا مني ليه؟ ده ايه؟ ده العناد، ده العناد. شوف كده راجع نفسك، انا كم مره عاندت مع ربنا؟ كم مره ربنا كده سمعت صوت ربنا كده وكان بيزقني ان اعمل حاجه كويسه وما عملتهاش؟
كم مرة كده الروح القدس جه كده بكتني على عمل عملته المفروض ان انا اصلح من نفسي فيه وما قمتش اعترفت ولا صلحت اللي انا بعمله. كم مرة جه كده الروح القدس يبكتني ويقول لي قوم صلي وانا ما صليتش. كم مرة عانيت؟ كم مرة ما قطعتش كلمة ربنا وصوت ربنا؟ كم مرة عملت كده؟ كم مرة؟ نقعد نراجع كل واحد كده يراجع نفسه كم مرة بيعاند مع ربنا؟ هل أنا فعلا إنسان معاند؟ لو أنا بعاند مع ربنا أنا مش هقدر أشبع بيه. بيقول لي قوم خد كل أهو لكن أنا إيه؟ لا أنا مش هاكل. أنا عندك المن أهو هشبعك، لا أنا مش عاوز. كم مرة ربنا يقول لك تعالى القداس وتناول وما تناولتش؟ بحجج بقى كتيرة، بحجج. أصل أنا مش جاهز، أصل أنا مش معترف، أصل أنا يعني مش صايم، أصل أنا أصل أنا أصل أنا أصل أنا. كم مرة ربنا يدعوك إنك تشبع منه وإنت إيه تدور لك كده على مخرج وبتعاند؟ طب النتيجة العناد ده هتبقى إيه؟ مين اللي خسران في الآخر؟ مين اللي خسران في الآخر؟ أنا اللي بعاند، اللي بيعاند هو اللي خسران، أنا اللي هداني جعان. مائدة رتبت قدامي مائدة، المائدة اهي مترتبة، تتناولش ليه؟ تعملش حسابك تتناول ليه؟ رتبت قدامي مائدة، ليه بتعاند؟ انت ايه؟ انت اللي هدانك جعان. يبقى المعطل الثالث الايه؟ الطاعة، عدم الطاعة وايه؟ والعناد. المعطل الرابع، المعطل الرابع نبص لهم ايه؟ وكانوا يلتقطونه صباحا فصباح كل واحد حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب. نطلع بقى، يبقى هنا المعطل رقم أربعة هو إيه؟ الإيه؟ الكسل. الكسل. كم مرة أنا كسلت؟ كم مرة؟ تخيلوا بقى، إن حطوا نفسكم كده بفكروا في موقف الناس دي، لما يقولك أول ما الشمس تعلى وتحمى كان بيدوب، كان بيطلع، كان بيجي المن دوت مع إيه؟ مع الندم. دول كانوا في الصحراء، صح؟ يقول لك اول ما كان بيدوب الصحراء دي فيها ايه؟ رمل. لما المن ده يدوب هيروح فين؟ هيروح في الرمل، مش هيعرفوا يجمعوه. تخيلوا بقى لو واحد عنده اسره وايه واخر في الصحيان علشان يروح يجيب المن لبيته، ايه اللي هيحصل؟ هياكل منين؟ هياكل منين؟ وبقى في حاجه، مش هيقدر يستلف. ليه؟ يقول لك اللي كان بياخد قليل ما كانش بيحتاج، واللي كان بياخد كتير ما كانش بيفيد منه. يعني حتى لو انت رحت تدور على واحد تاني عنده كتير ما مش هيفيد منه، ربنا بيدي كل واحد على حسب ايه؟ حسب احتياجه بالظبط. كسل. كم مرة انت كسلت في صلاة، في عبادة، في صوم، في تعليم، في قراية انجيل؟ كم مرة؟ كم مرة انا كسلت؟ كم مرة؟ كم مرة انا كسلت في ان انا اتوب عن خطية تعباني؟ كم مرة؟ كم مرة كسلت ان انا اعلم ولادي وبيتي؟ كم مرة انا كسلت عن كده؟ كم مرة انا كسلت ان انا اخد مسؤولية؟ تعرف كل واحد فينا، انا بعد بكلم اباء وامهات، كل واحد فينا مسؤول عن بيته. كم مرة انا كسلت ان انا اعلم ولادي وقلت ايه؟ لا ده دي مسؤولية الطرف الاخر. الاب يرمي المسؤولية على الام، والام ترمي المسؤولية على الاب، خلاص كده. وانا قاعد مطمن، قاعد على الانترنت، قاعد على الفيسبوك، اصل ماما بتربي، اصل بابا هيجي يضرب، وانا ايه قاعد بشوف مزاجي، انا بشوف مزاجي. كسل، مش عاوز حتى اخد المسؤوليه اللي انا ايه اللي انا هتسال عليها، انا هتسال عليها في يوم الدينون على اولادي دول، ان انا اربيهم مش ان انا اكلهم واشربهم، بعيدها للمره المية. ان انا اربي ولادي يعني ان انا اعرفهم طريق ربنا. كم مرة انا كسلت ان انا اعمل كده؟ كم مرة كسلت ان انا اجيبهم يوم الحد الكنيسة؟ بلاش على ولادي، انا نفسي كم مرة كسلت ان انا اقف اصلي؟ كسل. كسل لذلك الكسلان يعمل ايه؟ يجوع. كسلان يجوع. في سفر الامثال يقول لك الكسلان لا يحرس في الشتاء. ولما نيجي بص لها كده لك طب ما عنده حق، الدنيا شتاء هيقوم يحرث الارض ليه؟ الدنيا شتاء وساقعه. طب هتكون النتيجه ايه؟ ها تكمله الايه، فيستعطى في وقت ايه؟ الحصاد. يعني مكسل تطلع في الساقعه عشان تحرس الارض وتجهز ارضك للزرع، مكسل تزرع،
ما انت ساعة الحصاد هتقعد كده ايه ايدك فاضية، تروح تستعطى، تروح تمد ايدك للناس، ده ايه؟ ده عيب الكسل. المعطل الرابع الكسل. المعطل الخامس، معطل الخامس، ان الانسان ما يكونش مرتب اولوياته. يعني ايه؟ تخيلوا هو قال لهم تعالوا الصبح لموا ايه؟ لموا المن دوت. تخيلوا ان واحد قال لك ايه؟ لا ده انا اقوم الصبح اروح اعمل اللي ورايا الاول، اخلص المهام اللي ورايا، اخلص في حاجات تانية في الشغل اعملها، اروح ازور فلان، اروح اكلم فلان، اروح اعمل مع فلان، وبعد كده اروح اجيب ايه؟ المن اللي انا عاوزه، اروح اشبع بربنا. ايه اللي يحصل؟ تطلع الشمس خلاص ايه؟ تنتهي الشمس دي الى ايه؟ عارفين لما بنقول دايما في التلميذ يقول لك شمس التجارب قد لفحتني، الشمس دي اشاره الى التجارب، اشاره الى العالم. لو انا اتاخرت، لو انا اتاخرت وما اديتش اولويه لربنا في حياتي، العالم ايه؟ هياكل. ناخدها كده بالتدريج على مستوى اليوم، على مستوى اليوم. اليوم اللي ما ابداش بيه بربنا وان انا اقف اشكر ربنا ان هو حافظ عليا طول الليل واقف اصلي، لا اليوم كله ايه؟ يجري كده مني، ما فيهوش بركه، فيش بركة، وكل حاجة بعملها فيها بركة مش باينة فيها. أبقى أنا عمال أجري أجري وأتعب، لكن إيه؟ مفيش بركة، مش حاسس. ده مش مكفي، ده أنا مش لاقي وقت، ده مش لاقي صحة، ده مش لاقي فلوس، ليه؟ طب شوف، ابدأ العكس كده. ابدأ الأول يومك بربنا، أولوياتك الأول، ابدأ بربنا. ما تخرجش من البيت إلا لما تقف تصلي، ما تخرجش من البيت إلا لما تقف تتكلم مع ربنا وتشكر ربنا. شوف البركة في بقية اليوم هتبقى عاملة ايه. وقص على هذا بقى بقية الحياة. اعرف خالقك في ايام ايه؟ شباب. كل ما تعرف ربنا بدري كل ما ايه؟ كل ما تستريح وكل ما تشبع. اولويات، رتب اولوياتك، رتب اولوياتك. انا دلوقتي اولوياتي ايه؟ اولوياتي ايه؟ اجمع فلوس، اولوياتي ابني في صحة، اولوياتي اعمل بيت، اولوياتي اعمل في اسره، ايه اولوياتي؟ ولا اولوياتي ان انا يبقى فيه ربنا في حياتي وكل ده هيجي. صدقوني اللي بيحط ربنا في الاول كل ده هيجي. لما هشبع بربنا ربنا هيديني الكفايه في كل عمل صالح، كل حاجه، كل حاجه هنشبع فيها، كل حاجه نبقى شبعانين. بس ابدا بايه؟ ابدا بربنا، احدد الاولويات الاول، احدد الاولويات الاول. يبقى كده احنا وصلنا للمعطل رقم كام؟ 5. يبقى الاول تذمر، تاني جهل، تالت العناد، الرابع الكسل، الخامس الاولويات، السادس بقى وهو ايه؟ الاهمال. ممكن واحد يبقى عارف، ممكن واحد يبقى عارف ويبقى نشيط ويبقى عنده محبة لربنا لكن يهمل. بصوا ايه اللي حصل. انظروا ان الرب اعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج احد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع. فين الاهمال هنا؟ هم اهملوا يوم ايه؟ يوم السبت. اهملوا يوم السبت، اهمال يوم السبت، اهمال. طبعا في العهد الجديد يوم السبت ده يوم ايه؟ يوم الحد، يوم الرب، يوم الرب. لما كنت بتكلم في التنبيهات النهارده، يوم الحد ده يعني ده يوم جميل ان احنا نبداه مع ربنا ونكمله مع ربنا، نبداه ونكمله مع ربنا. تصحى بدري تصلي، تيجي الكنيسه تصلي، تقعد مع حبايبك تطمن عليهم، تسمع عن واحد عيان تروح تزوره، واحد ما جاش تتصل بيه تطمن عليه، تروح البيت يبقى ليك خلوه كده حده مع ربنا، تقعد تقرا في الانجيل الاسبوع كله جري جري جري، تقعد تهدى يوم الحد. ده هو ده يوم الحد، هو ده يوم ربنا. يوم الحد عندنا تحول لايه؟ بيتحول لايه دلوقتي يوم الحد؟ بقى يوم الشوبينج، مش كده؟ بقى يوم الشوبينج. عارف ان الناس ظروفها وعارف ان في ظروف، بس انا ممكن احط اولويات. ما دي تربطني برضو بالاولويات، ما اهملش يوم الرب، ما اهملش حياتي، بس احط اولويات. ممكن اعمل ده كله بس لما احط ايه؟ ارتب اولوياتي بالصح، بالصح.
وما اهملش ايه يوم الرب، ما اهملش وصيه ربنا، ما اهملش وصيه ربنا. يقول لك احفظ يوم السبت لتقديسه كما اوصاك الرب الهك في تثنيه 5. المعطل السابع، وده بقى كلنا بنعاني منه، كلنا بنعاني منه، اللي هو ايه؟ الملل، الزهق. انا زهقت، هو كل اسبوع هروح الكنيسه؟ هو كل يوم هقف اصلي؟ هو كل يوم هقرا الانجيل ويمكن مش فاهم؟ ملل. هو الصيام السنه دي كام يوم؟ صيام الرسل كام يوم؟ طب هو الصيام الكبير 55 يوم بقى خبر؟ طب هو صيام الميلاد عامل ايه؟ نوع بقى ايه؟ ملل، زهق، زهق. بص بقى في صفر العدد اصحاح 11 كان بيتكلم برضه عن موضوع المن، بيقول ايه؟ بيوصف المن. شوفوا اللي يعرف المن، اللي يعرف عطيه ربنا، اللي يشبع بربنا ما يزهقش، ما يزهقش. وهقول لكم الحل كمان للملل ده، يقول لك واما المن فكان كبذر كزبره ومنظره كمنظر المقل، يعني حاجه بتلمع كده جميله. كان الشعب يطوفون يلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى او يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. فكروا كده معايا، لما يطحنوه ويعملوه زي ملات، ملات هو العيش، لما يعملوه زي العيش يبقى ايه؟ يبقى زي حاجه زي حدقه، ويطبخوه وبعدين يعملوه ايه؟ يعملوه طعمه كرقاب عسل، يعني يمشي حادق ويمشي ايه؟ ويمشي حلو، صح؟ يعني النهاردة انت اكلت حادق ممكن تاكل بكرة ايه؟ حلو. نطبقها دي على حياتنا الروحية ازاي؟ ازاي انا اكسر الملل دوت؟ ربنا ادى طرق كتيرة عشان نعرفه ونتقرب منه ونشبع بيه. واحد بيحب ان هو يقعد يقرأ، ما بيزهقش من القراية، يقعد يقرأ. واحد بيحب ان هو يقعد يسمع. نشكر ربنا على التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي، بدل ما نسمع اغاني ونسمع حاجات العالم ونقعد نسمع في الاخبار، نسمع في وسطها ايه؟ الانجيل. واحد بيحب يقعد يسمع ترانيم، وماله نقعد نسمع ترانيم، وكل ده بيشبعني بربنا. واحد بيحب يقول لك لا انا احب اسمع الحان، يشبع بربنا. واحد بيحب يقرا في الانجيل، يا سلام مفيش احسن من كده. واحد بيحب يقعد يقرا سير القديسين، يا سلام مفيش احسن من كده. كان بيحكي عن واحد من البطارقة العظام، يعني ان دخل كان كل ما يدخلوا عليه يلاقيه قاعد يقرا في سير القديسين. فتلميذه قال له يا سيدنا انت يعني انت بتقعد يعني سير القديسين ده للمره الالف شايفك عمال تقرا في السنكسار. قال لك احنا بنعيش على سيره الناس ديت، بنتعلم منهم. واحد لاقي فرحه ان يقرا في سير القديسين، واحد يجد فرحه في التسبحه. كل دي ايه؟ انواع الطبخات المختلفه بقى ليه لمن السماوي، مش كده ولا ايه؟ النهارده بتسمع قداس، بكره بسمع ترنيمه، بنقعد ايه؟ نغير، نقعد نغير. ادي هنا تغيير في وسط ايه؟ في وسط ايه؟ في نفس المن، في وسط نفس الاكل. احنا بنتضرب بكلمه الملل ديت من الشيطان، من الشيطان. عشان كده تلاقي مثلا ابائنا اللي في الرهبان يقول لك اكتر حاجه يعملوها في الدير ان هم يشتغلوا، يشتغلوا. انا فاكر يعني وانا لسه يمكن في ثانيه ثانوي اول خلوه رحتها كان ابونا دانيال في دير البراموس في حياتي، واروح هناك الدرس ما انساهوش، اول درس سمعته في بيت الخلوه هناك، ابونا قاعد يقول لك ايه؟ العدو الاول للراهب هو ايه؟ الملل. طب بتعمل ايه يا راهب انت؟ لا ده انا بشتغل، وانا بشتغل بصلي، وانا بشتغل بصلي. طب احنا في العالم نعمل ايه؟ نصلي. ما هو بيقول لك صلوا كل حين. هو قال لك صلي يا راهب ولا ايه؟ ولا قال صلي كل حين؟ كلنا وانت بتشتغل تمجد ربنا. عندك الصلاه السهميه، عندك الصلاه السهميه. امبارح في دراسه الكتاب كنا بنتكلم عن نحاميه. نحاميه كان داخل للملك عاوز يطلب منه ان هو ياخد منه اذن انه يروح يبني اثار اورشليم. اول ما دخل كده وشه مغير، فالملك بيقول له انت وشك مغير ليه؟ ده وانت مش عيان، ليس هذا الا كأبد قال بمالك. يقول لك دانيال بيقول لك فارتعبت جدا،
قال له ازاي ابقى فرحان وانا بيت اهلي ومدينه اهلي خربانه والاسوار مكسره والابواب محروقه، انا ازاي ابقى فرحان؟ قال له طب عاوز اعمل ايه؟ بصوا دانيال هو نحاميه هو واقف قدام الملك، اول حاجه عملها ايه؟ لك عمل ايه؟ رفع قلبه لربنا في وسط الشغل وفي وسط الاسترس، يرفع قلبه ايه؟ لربنا. مفيش ملل، مفيش زهق. وكان قبلها لما نقرا في نحاميه اصحاح 1 و2 قعد 4 شهور يصلي عشان المقابله دي، ويجهز في خطه ويجهز في كلام هيقوله لما الملك يقول له انت عاوز تعمل ايه. 4 شهور، فين الزهق بقى؟ فين الزهق؟ الانبا بشوي لما كان بيربط نفسه وبيربط شعره في القلاية عشان يقف يصلي، فين الزهق في الصلاه بتاعه؟ فين الزهق؟ احنا ساعات كده يعني بنرق على نفسنا قوي وبنطبطب على نفسنا قوي ونقعد نقول لا ده احنا زهقانين، ده احنا زهقانين. الملل بيخلي الانسان ما يشبعش. اشبع بربنا بكل الطرق، كل الطرق اشبع بربنا. المعطل الاخير بقى اصحاب السوق. اصحاب السوق ايه اللي حصل في اصحاب السوق؟ انتوا عارفين لما شعب اسرائيل طلع من ارض مصر، طلعوا معاهم شويه كده من المصريين اللي كانوا يعني حاسين ان دول شعب الله وكانوا فرحانين وليهم اصحاب من اليهود وكده، فطلعوا معاهم. كانوا بيسموهم لفيف، بيسموهم لفيف. في العدد اصحاح 11 بيقول لك ايه؟ بصوا اللي حصل ايه بعد ما كان عندهم المن ده، لما بداوا يتذمروا على المن كمان. بص بيقول ايه؟ ولفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه. اللفيف اللي هم كانوا مصريين اللي طالعين مع اليهود، ما كانواش اليهود، كانوا من اجناس تانية طالعين مع اليهود، اشتهوا شهوه. طب ايه اللي حصل؟ هم بس اللي اشتهوا؟ بصوا بيكمل، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله في مصر مجانا. لما لقوا اللي جنبهم زعلانين واشتهوا شهوه، نفسنا في السمك ونفسنا في اللحمه، راحوا العبرانيين كمان ايه؟ افتكروا اصدقاء السوق. اصدقاء السوق، ابعد نفسك عن اصدقاء السوق. حوط نفسك بالقديسين والناس اللي يعرفوا ربنا والناس اللي يخافوا ربنا. حوط نفسك بالناس اللي يساعدوك انك تبني حياتك الروحيه، تبني حياتك الروحيه. حوط نفسك بالناس دول، ما تروحش تحوط نفسك بالناس اللي يدوك فرح في العالم كده دلوقتي وبعد كده ما فيش فرح تاني، تضيع وقتك معهم. خلي بالك، خلي بالك، وخليك حريص جدا من اصحاب ايه؟ السوق. وخليك حريص جدا على اولادك، تابع بيصاحبوا مين وبيمشوا مع مين، تابع بيصاحبوا مين وبيمشوا مع مين وبيتكلموا مع مين، تابع تبقى عارف اولادك بيتكلموا مع مين. يعني انا اقول لكم حاجه يعني متعبه للنفس جدا، يعني شوف اولادك، تابع مع اولادك. انا بقولش ان احنا نمنعهم من التكنولوجيا، شوف على الانستجرام اللي هم حاطينه الفولورز ولا الفولوينج بتاعهم ده مين، هم بيتابعوا مين على الانستجرام. هتفاجئوا صدقوني، هتفاجئوا صدقوني. واحد من الولاد قاعد معايا بيوريني واحد متابعين، وفوجئت الافات من العيال شباب وشابات، وللاسف يعني يمكن كلهم من 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 الكنايس بتاعتنا، مش بس هنا، الكنايس بتاعتنا ماشيين ورا واحد جاي، ماشيين ورا واحد جاي عشان بيقعد يعمل مكياج وميك اب والحاجات دي كلها، ولاد وبنات ماشيين وراه. تقول لك ده مش عارف ليه 1000 واحد في فولور، تدوس على فولوينج هتلاقي بقى، شوف الاشكال، شوف ولادك بيتابعوا ورا مين، بيتفرجوا على مين، بيتفرجوا على مين، مين اللي جاذب انتباههم؟ اصدقاء السوق، مين اللي جاذب انتباههم؟ مين؟ ولاد من العالم، ناس من العالم، ولا ناس من الكنيسه، ولا ايه اللي بيجذب انتباه ولادك؟ احنا في مجتمع كله دلوقتي تكنولوجيا، ما بقولش ان احنا مش هنقدر نحوط على أولادنا، مش هنقدر احنا نحطهم جوا حاجه مقفوله كده ونبني حواليهم سور، مش هنقدر. السور الوحيد اللي نقدر نبنيه اللي زي ما نحامي عمل كده، اللي هو ايه؟ الله، اللي يحوط على 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 قلوب ولادنا. بس احنا علينا مسؤوليه، شوفهم هم بيتفرجوا على ايه، شوف نفسك بتتفرج على ايه، شوف الفيسبوك بتاعك، ها الصور اللي انت بتجري وراها، الاحداث اللي بتجري وراها في الفيسبوك بتاعت ايه. راقب نفسك، راقب نفسك. هم دول اصدقاء السوء. صديق السوء ده مش بس انت بتقعد معاه، لا ده ممكن واحد انت ما تعرفوش في اخر الدنيا، التكنولوجيا اللي احنا
يعني نشكر ربنا عليها. واحد انت ما تعرفوش بيأثر فيك بالبوزيتيف، بيأثر فيك بالنيك. خلي بالك انت بتسمع لمين، مين اللي بيأثر فيك، مين اللي بيرمي كلام في ودانك، ولاد ربنا ولا ولاد العالم؟ مين اللي بيستعمل عينيك؟ مين؟ خلي بالنا ارقاء الصوت. يبقى المعطلات هم دلوقتي ايه؟ 8. نرجعهم مع بعض. اول حاجه التذمر، ها، الجهل، العناد، كسل، عدم الاولويات، الاهمال، ها، الملل، واصدقاء السوء. ربنا يحافظ علينا كلنا ويشبعنا بيه وياخدنا دايما في حضنه. بس هو فاتح حضنه، بس احنا علينا ان احنا ايه؟ احنا اللي نروح واحنا اللي ايه؟ نشبع بيه. ولله كل مجد وكرامه منذ الان والى الابد، امين. تفضلوا نصلي.